سيليا افتحي بقى ده افتحي بقى بالراحه سيليا حسيتيني وحش انت كويسه انت لقيتها ازاي مروان هو اللي رجع سيليا انا اسف يا نور ما كلمتكيش عشان ما كنتش عارف رد فعلك هيكون ايه واكيد صحابك معاكي ضدي طبعا فممكن حد فيهم يبلغ عني فما كانش قدامي غير حسام بس انا بريء والله امشي يا مروان لو سمحت امشي عشان انا مش عايزه اشوف وشك نور انا جاتلك عشان مش عارف اروح فين ولا اعمل ايه ممكن تساعديني اتفضل يا ابراهيم بالشفا يا حبيبي بالشفا يا رب شكرا يا الهام والله ما عارف اقول لك ايه بالرغم من كل المشاكل اللي انت شايلاها دي لكن فاكره تديني الدواء في ميعاده ايه اللي بتقوله ده بس يا ابراهيم معقوله انا اقدر انساك عموما ما تقلقيش على البنت بالرغم من كل اللي بيحصل ده انا مستبعد تماما ان الولد مروان ده يكون خطف البنت ازاي بقى دي التهمه لابساه لابساه مروان اجبن من انه يعمل حاجه زي كده اكيد في سبب تاني بس احنا مش عارفينه عموما مع الوقت هيبان كل حاجه كلامك ده يا ابراهيم يقلقني اكتر أنا خايفة يكون جراله حاجة هو والبنت بطلي يا إلهام بطلي تقدري البلاء قبل وقوعه اوقفي تفكيرك شوية مش قادرة مش قادرة ما أفكرش يعني دماغي كده عمالة إيه تروح وتيجي لغاية لما ألاقي حل أنا مش عارفة أنا هتجنن أنا لا 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 لا, لا. يلا ردوا بقى ما بيردوش لا نور ولا قاش اعمل انا ايه بقى دلوقتي تلاقيهم مش فاضيين عشان يردوا بيدوروا على البنت سيبيهم يا الهام سيبيهم نور انا عارف ان عارف انك ايه هو انت مش هين عليك تسيبني عايشه زي بقيه البني ادمين طبيعي ولا لازم تدور على اي حاجه تبوظ لي حياتي وخلاص انا ماليش ذنب في اللي حصل طبعا طبعا مالكش ذنب في اللي حصل من امتى يعني وانت ليك ذنب في اي حاجه بتحصل ايه الجديد في ده يعني ممكن تقعد تسمع الاول وبعد كده تحكم اذا كنت غلطان ولا لا 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 على فكره الموضوع ما يخصنيش اصلا عشان اسمع ولا احكم بدل ما الحوار بقى فيه بوليس وهروب والجو ده خرجني انا وبنتك من حساباتك خالص لو سمحت انا لو وحش ما كنتش لفيت اللفه دي كلها عشان ارجع لك سالي ممكن لو سمحت تسمعيني وتشوف اذا كنت هتساعديني ولا لا انا دخلت ديل كبير مع شركه مقاولات كبيره جدا المفروض ان انا كنت هشطب لهم الشقق بتاعتهم من الفلوس بتاعتي وفي المقابل هاخد ربح كبير ما كانش معايا كاش يكفي فاضطريت ان انا استلف من واحد صاحبي وكتبت ورقه عليا طبعا بالكلام ده حظ حظ ايوه حظ شركه المقاولات حصل لها مشكله كبيره وقفت لي فلوسي وصاحبي اللي انا استلفت منه الفلوس اقنعت ان هو يصبر عليا قال لي ماشي اتفاجئت بالشيكات قدام النيابه وازاي بقى صاحبك يعمل معاك كده ما اعرفش واطي مزوق عليا من المنافس بتاعي ما اعرفش بس فعلا الديل ده كان هيوديني في حته تانية خالص نور ممكن تساعديني لا مش هساعدك يا بروق محدش كان يقدر يلوم نور على قرارها لان محدش عارف فعلا الايام جايبه ايه